وصفة اليوم هي وصفة، يمكن هي أول وصفة أنا سويتها علمتني عليها أمي. يعني كانت الوصفة وايد مميزة وسهلة وحلوة، ومن كثر ما إحنا يعني نحبها بالبيت أنا يعني تعلمتها من الوالدة. هي يعني جدا سهلة وجدا يعني مكوناتها بكل مكان، بس يعني من كثر ما إحنا نحبها سميناها وصفة أمي. الوصفة عبارة عن بف باستري، يعني هي فطيرة بف باستري مع سبانخ ودياي، بس أنا حطيت لها إضافات، ضفت لها المشروم، ضفت لها يعني حتى الكريمة نفسها أنا طورتها وحطيت لها إضافات ثانية. فيعني هذه أسميها أنا الطبق الحنون من كثر ما أحبه، وأمي تسوي لنا إياه خاصة بالشتاء. حياكم الله. اليوم طبقنا جدا حلو وممتع، وطبعا أنا أسمي طبق الحنون وطفولي، يعني حق اليهال وايد، يعني وايد مفيد وحلو وسهل. أول شيء طبقنا راح يكون هي فطيرة البف باستري بالسبانخ والدياي. المكونات: بف باستري، سبانخ، تقدرون سبانخ المثلج أو سبانخ الفريش، كريمة، مشروم، بصل، مزارولا، زيت زيتون، دياي مسحب، فلفل أسود، ملح، جبن شدر، ثوم مبشور، صلصة فرنسية، ليمون، ومايونيز. راح نبلش أول شيء بالحمسة. أول شيء راح نضيف شوية زيت زيتون، ونحط السبانخ، نخليه لين ينشف من الماء، بعدين نحط إضافاتنا الثانية. بس يبتدي ينشف عندي السبانخ، بعدها راح أضيف البصل والثوم وباقي البهارات. طبعا أنا أنصحكم أن تجربون هذه الأكلة، وايد حلوة. وإذا كان موسم السبانخ تقدرون تاخذون السبانخ الفريش مو المثلج، وايد راح يطلع أحلى. استخدمت هني تقريبا كوبين سبانخ مثلج، بس طبعا لما ينشف راح يطلع، راح يصير اقل. راح اضيف زيت زيتون شوي، وأضيف كمية البصل تقريبا قفشتين كبار، والثوم قفشتين كبار. طبعا البصل والثوم حسب الرغبة، في ناس ما تحب تشوف البصل والثوم بالأكلة، فتقدرون تضيفون البودر الناشف. طبعا ريحة السبانخ هي اللي طاغية على يعني أكثر من ريحة البصل والثوم.
الحين راح نضيف المشروم، تقريبا 3 مشرومات حجم الوسط، قطعتهم شرايح، راح أضيف لهم شوية زيت زيتون، الحين راح أضيف الفلفل الأسود والملح، طبعا المشروم هو اختياري، هي الأكلة الأصلية بس دياي وسبانخ، أنا حبيت أضيف المشروم كاختيار من عندي، لأن المشروم طبعا بأي طبق يعني يحلي الطبق وايد. راح أضيف دياي المسحب، دياي أنا فحته مع بهارات عدلة وخليتها بالألتشولة مفيوح يمكن 10 دقايق ربع ساعة، بعدها بدلت الماي وفحته ربع ساعة ثانية، هذا صدور دياي، بعدها ضفت له شوية ليمون وثوم بودر، والحين راح اضيفه مع ضفته مع السبانخ، بس مجرد ان كل شيء ينخلط مع بعض راح نضيف الكريمة والجبن ونخلي الطبخة تتسبك، ضفنا الكريمة، جبن الشيدر، الجبن اختياري تقدرون جبن قلاصات، جبن كريم العادي، أنا اليوم ضفت جبن شيدر. ونخلي الطبخة تستوي على راحتها، تاخذ لها 7 دقايق، فاصل ونرد نشوف طبختنا. بعد ما خلصنا من حمسة الدياي والمشروم والسبانخ راح نضيف لها شوية ليمون، ونخليها هني على جنب، الحين راح نصف البيف باستري، أصفهم بهالطريقة، لازم يكونون كلهم كذي متلازقين ببعض أساس ما تطلع الحشوة لبرا، والفراغات راح أقص حشوة بالنص وأملي الفراغات. نخلي طبقة واحدة بس حق آخر شيء،
هذه الطريقة. الحين راح اخذ حشوتنا هذي، راح نغطيها بهالطريقة. بس الأماكن اللي أحس إن فيها فراغات عادي أغطيها كذي. بعدين راح أحط فوقها موزاريلا. موزاريلا طبعا هني الكمية اللي انتو تبونها. راح ندخلها الفرن نص ساعة تقريبا على حرارة من 180 ل 200. راح نبطل الحرارة من فوق وتحت. هذه الطريقة راح ندخلها الفرن. بعد ما طلعناها من الفرن صارت بهالشكل. الحين راح نقدمها لكم مع صلصة تكون دبنج، بس راح احتاج مايونيز وليمون وصلصة فرنسية. انتو تقدرون تسوون اضافتكم اللي تحبونها، بس انا ما جربت هذه الصلصة كانت وايد حلوة. هذا طبقنا مع الصلصة، أتمنى أنكم تجربونها، وعليكم بالعافية.